الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مستمرين معاكم وفقرات برنامج الاهلي ليله النهارده. عندنا العديد من الفقرات اللي اكيد بيتم كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الفقره الحواريه الثانيه طبعا هيكون معايا الدكتور جمال محمد علي، مدير الفني السابق لمنتخب الشباب، واللي بيشرفنا وبينورنا النهارده في الاستوديو. دكتور جمال، مساء الفل عليك. مساء الفل على حضرتك وعلى كل العاملين في اسره البرنامج. الله كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. فين دكتور جمال دلوقتي؟ والله يمكن مشغول شويه في الكليه. انا حاليا بعد انتهاء فتره العماده انا رئيس قسم الاداره الرياضيه والترويح في كليه التربيه الرياضيه في جامعه اسيوط، وبعدين مشغول شويه في عمليه المحاضر كمحاضر في الاتحاد الافريقي ومحاضر في الاتحادات العربيه. انا بسافر الدول العربيه كتير ان انا ادي محاضرات للمدربين والاداريين على مستوى الوطن العربي. يمكن كنت الاسبوع قبل اللي فات في الكويت، وقبلها كنت في الامارات لالقاء محاضرات، بالاضافه طبعا اللي بصفه رئيس اكاديميه نقابه المهن الرياضيه برضه مسؤول عن وضع البرامج والمحاضرين واعطاء محاضرات للمدربين في كل الالعاب الرياضيه المختلفه في مجال الاداره الرياضيه او التدريب الرياضي على مستوى مصر. ويمكن لغايه امبارح انا كان عندنا دوره مدربين مع الدكتور فتحي ندى بنفتتحها في الفيوم واخرى في الجيزه. تمام. وكان في امتحانات النهارده صباحا في الغربيه، فبصفه مستمره يعني في مهتم جدا بموضوع تاهيل المدربين في كل الالعاب الرياضيه. يعني شيء جيد ومناسب وايجابي، لكن خلاص كره القدم لا 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 التدريب ولا لسه في؟ لا ما سبتش التدريب، يمكن كانت اخر تجربه منتخب الناشئين، وبعدين مسكت فريق نادي سوهاج. ولكن يمكن ظروف التدريب في الفتره الاخيره وفي الدرجه الثانيه بتبقى صعبه جدا. انا لو ما كانش النادي المعروض عليا في اضافه تضيف لي، ما برضاش ان انا مش زي المدربين اللي هم ممكن ينتقل من نادي الى نادي الى اخر. ولكن انا بدور دايما على المكان اللي هو فعلا فيه مقومات الانجاز اللي تساعدك على انك تنجز. لكن مجرد التدريب من اجل التدريب ده ما هوش هوايه بالنسبه لي. الحمد لله ان معظم الانديه اللي انا مسكتها كانت فيها انجازات، وده اللي انا بسعى له من زمان يعني في تاريخ التدريب الحمد لله. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق خلال المرحله المقبله. بس عايز استغل تواجد حضرتك معنا ونتكلم عن منتخب مصر والتجربه الاخيره الرسميه امام منتخب تونس، فوز المنتخب بنتيجه 3-2. كيف ترى هذه المباراه وتقييمك ايه للمنتخب في مباراه تونس؟ هو طبعا بالنسبه لنتيجه المباراه مرضيه جدا، 3-2 على تونس، والاداء المنتخب القومي يعني اداء بيتطور. يمكن في بعض الناس كانت شايفه وانا منهم ان هو التجارب السابقه في المباراه الرسميه اللي احنا فزنا بيها بعدد كبير من الاهداف فعلا كان المستوى اللي قدامنا قليل، ولما المستوى اللي قدامك يكون قليل برضه لابد ان يكون المكسب عالي والنتيجه عاليه. تمام. ولكن لما هنواجه المنتخبات الافريقيه، ويمكن حضرتك انتهى بالكلام ده كابتن شريف عبد المنعم في الفتره اللي جايه انه عندنا منتخبات في الفتره اللي فاتت الفتره اللي فاتت فعلا كابتن شريف انهى بكلام عن انه احنا هيبقى في مواجهه صعبه مع 7-8 فرق افريقيه اللي هي غانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج والمغرب طبعا وتونس والجزائر. الفرق دي هتبقى المواجهات صعبه جدا في بطولات افريقيا، يعني هيبقى المستويات كلها بمعيار مستوى تونس. مباراتنا ضد تونس طبعًا. مش مستوى معيار النيجر او سيراليون، مش هيبقى المعيار هيبقى مختلف تماما، وبالتالي احنا لابد ان احنا نتطور بشكل اكبر. صحيح احنا كسبنا المباراه وكسبناها يعني بفضل مجهود ربنا سبحانه وتعالى واللاعبين وفضل محمد صلاح في الهدف الاخير المكسب الاخير، لكن لو محمد صلاح غير موفق ومش موجود محمد صلاح، هل هنفضل نعتمد على النجم الاوحد؟ دي بموضوع صعب جدا، لابد له يكون بدائل. لكن اللي انا شايفه فنيا ان احنا طريقه اللعب ما اختلفتش، احنا بنلعب 4-2-3-1. تمام. ولكن خطط اللعب هي اللي اختلفت، خطط اللعب اختلفت. ممكن انا كمدرب حضرتك العب 4-2-3-1 وحضرتك تلعب 4-2-3-1، ولكن توظيف اللاعبين بيرجع لفلسفتك وقناعاتك كمدرب. واضح انه في اختلاف في فلسفه التدريب ما بين الاثنين، ما بين كوبر واجيري. الاولاني كانت فلسفته الاساسيه اللي هو نابعه طبعا من تنشئته وتربيته والدراسات اللي خدها وقناعاته الشخصيه، انه المحافظه على النتيجه 0-0، اذا جاب هدف وكسب يبقى اوكي، ما جابش يبقى ما يتغلبش. ودي بتبقى خير وسيله للدفاع، الدفاع وخير وسيله للمكسب ان انا ادافع بشكل جيد. لكن في واحد تاني بتبقى فلسفته وقناعته انه خير وسيله للدفاع الهجوم، ان انا اكلف اللعيبه بتاعتي بواجبات هجوميه واكسب 3-2 افضل مكسب 1-0. واضح انه اجيري من بيؤمن بالكلام ده، انه ممكن في معظم الماتشات دخل فينا اهداف بس جبنا عدد وافر من الاهداف.
يمكن انا قناعاتي الشخصيه مؤمن بالجزئيه دي، ان انا لو جبت 3 اهداف زي ماتش مصر امبارح افضل ما كنت طلعت مع تونس 1-0. فدي نقطه من النقاط المهمه. حتى لو هستقبل اهداف، حتى لو هستقبل اهداف، طب ما هو وارد ان انا ما كنتش موفق هجوميا في يوم من الايام واستقبل اهداف، ووارد ان انا ادافع ويحصل ان انا اجي في اللحظات الاخيره من المباراه اتلقى هدف واخرج خسران وما لحقش التعويض. ودي حصلت معانا في معظم الماتشات اللي في كاس العالم، ان احنا دفعنا وفي الاخر في مباراه السعوديه جينا فينا جون في الثاني ما لحقناش نعوض في توقيتات قاتله. وفي ماتش روسيا نفس النظام، وفي ماتش بلجيكا نفس النظام. اذا لان انا بلعب ضد فرق قويه مش ضد فرق سهله، عشان كده لازم اسعى ان انا اسجل. فهلاقي مثلا حضرتك الثلاثه اللي بيلعبوا تحت رؤوس الحرب اللي هم المحاور الاساسيين من لاعبين، اللي كان بيلعب ورده مثلا ومحمد صلاح وتريزيجيه. الاول كان هيكتور كوبر بيكلف الناس دي بواجبات دفاعيه بنسبه اعلى من الواجبات الهجوميه. العكس دلوقتي عملوا جير، هم ثلاثة زي ما هم موجودين ولكن نسبة الناحية الهجومية المكلفين بيها أعلى من تركيزهم الهجومي أعلى من أعلى. يبقى إذن الخطط الهجومية أصبحت فيها زيادة، سواء اختراق من الأطراف أو من اختراق من العمق اللي التكلفات الثلاثة. لكن في الأول كان الوضع مختلف. نقص حاجة مهمة جدا اللي هم الاثنين الديفندرات اللي موجودين، مع الأسف الشديد أنه كابتن طارق حامد وكابتن نني ما بيأدوش الدور المفترض انه يقدوه بشكل قوي، اللي هو ايه حضرتك لما بلعب باثنين ديفندر بيبقى واحد بيبقى ديفندر صريح اللي هو يبقى مايل للدفاع شويه، مايل يعني وجباته الدفاعيه تزيد من 70% و30% ناحيه هجوميه. الثاني لازم يبقى العكس، ان هو يبقى عنده وجبات هجوميه وجبات دفاعيه. بس ده بيبقى دايما اللاعب ده بيسموه الهولدنج ميد فيلد، اللي هو اللاعب اللي زي ما بنقول بالبلدي كده شايل الرئتين، عنده مقدره عاليه جدا انه يهاجم ويدافع بشكل قوي جدا. كان بيلعبها في النادي الاهلي عبد الله السعيد فتره طويله، يقدر يهاجم ويقدر يدافع بنفس القوه، يعرف يجيب جون ويعرف يدافع، لانه بيلعب ما بين ال 40 متر اللي هي من دايره نص الملعب لغايه دايره ال 18 ويرجع يدافع قدام السردباكين من الناحيه الثانيه. فالهولدنج ميد فيلد ده لعيب ما بتلاقيهوش بسهوله، يعني ما تلاقوش بسهوله. يعني الميزه دي بتتوفر في مين دلوقتي من وجهه نظرك؟ كانت بتتوفر في فتره طويله في احمد فتحي لما كان يلعب في المركز ده قبل ما يلعب في اللي هو الجانب الايمن، كان بيتميز بيه، كان بيتميز بيها فتره طويله كابتن مجدي عبد الغني، كابتن محمد شوقي، اسماعيل يوسف في منتخب مصر، كانوا يتميزوا بالجانب ده بشكل قوي جدا. حسني عبد ربه، محمد شوقي كان بيأديها حلو، حسني عبد ربه طبعا يعني شوف حضرتك، كان محمد شوقي يدافع وبعدين يكمل ويصوب ويجيب جول ويشوط على الجول الجول. دلوقتي نفس الميزه عند حسني برضه، الميزه كانت عند حسني عبد ربه. دلوقتي كان لما يلعب حسني واحمد فتحي في الجيل ده كانوا بيأدوها 10-10، كانوا يقدروا يتبادلوا مع بعض الدورين. ففاكر حضرتك كان هما الاثنين بيسجلوا وهما الاثنين بيدافعوا قدام السردباكات، قدام وائل جمعه ومحمود فتح الله. تمام. الوضع دلوقتي مختلف، لا احنا لاقيينهم في الناحيه الهجوميه بالشكل القوي ولا لاقيينهم في الناحيه الدفاعيه بالشكل القوي، وبالتالي احنا محتاجين فعلا ندي ادوار اخرى لبعض اللعيبه الاخرى، ندي فرصه واحد زي عمر السوليه بدأ يجيدها في الشكل الاخير. طب ليه ما ياخدش فرصه؟ هو كان يعني تم اختيار عمر السوليه على فكره في المعسكر الاخير، بس الاصابه هي اللي بعدته للاسف. تم اختياره في المعسكر الاخير، لا كان من بدري شويه، من ايام كوبر كمان، من ايام كوبر كان لازم يلعب وياخد دور، لان هو عنده مقدره تهديفيه وفي نفس الوقت عنده مقدره دفاعيه ورؤيته في الملعب كويسه كمان، يقدر يكون صانع لعب من الخطوط الخلفيه بشكل جيد. فدي محتاجين ان احنا نوظفها بشكل اعلى في الفتره اللي جايه. لكن الاستمرار على الاثنين مع عدم القناعه ومع عدم الاداء الجيد ده ممكن يعمل عنان. فاكر حضرتك ماتش الترجي والاهلي؟ الاثنين الديفندر اللي كانوا هنا مع تونس كانوا حاجه رائعه بشكل غير عادي، ويمكن ده ادى تفوق في نص الملعب على النادي الاهلي بسبب الاثنين اللي هم الديفندر اللي موجودين. فدايما عارف حضرتك بيبقى التصنيفه ثلاثه، بيسموه واحد اسمه ديفينس ميد فيلد، تمام، وواحد اسمه بلاي ميكر ميد فيلد، وواحد هولدنج ميد فيلد. لو انت عايز تلعب بجانب اكثر هجوميه هتزود عدد اللعيبه اللي بتلعب بلاي ميكر ميد فيلد. لو انت عايز تقفل الملعب بقى وهتلعب دفاع زي ما كان بيلعب هيكتور كوبر تزود عدد اللي هم بيلعبوا ديفنس ميد فيلد. لو انت عندك مقدره اللعيبه اللي تهاجم وتدافع تزود عدد اللعيبه اللي هم الهولدنج ميد فيلد. تريزيجيه بيجيد دي، خلي بال حضرتك، الهولدنج ميد فيلد انه بيقدر يهاجم ويقدر يدافع. بس موضوع ان انا ازود الدفاع عنده شويه زي السابق بيبعده عن جانب التهديف، وبيبعده حتى لما بيوصل خلاص
فقد جزء كبير من قوته وما بيقدرش يسجل. لكن دلوقتي ممكن يسجل بس ممكن يقوم برضه بالدور الدفاع. عامر ورده استحاله يعملها، صعب تكوينه الجسماني، تكوينه الجسماني وقوته صعب جدا ان تطلب منه يلعب الهولدنج ميد فيلد انه يروح يرجع. لكن تاخد منه الجانب الهجومي كويس، تمام. الجانب الدفاع ما ينفعش تاخده من عمرو. طب يعني في المنتخب دلوقتي انت شايف ان توظيف طارق حامد ومحمد النني في مباراه الامس ده الانسب بالنسبه لهم؟ يعني انت حضرتك بتقول ان لازم يكون في واحد عنده واجبات دفاعيه شويه، دي بتتوفر في طارق حامد، واحد يكون عنده واجبات هجوميه شويه بتتوفر في النني. طب ما كده بس ما بيقومش بيها النني بالشكل القوي في الناحيه الهجوميه. يعني ما بقومش بيها بالشكل القوي في الناحيه الهجوميه. وبعدين احيانا لابد ان الاثنين يتبادلوا الادوار، يعني ما يقدرش يعملها طوال الوقت. يعني بيجيد الناحيه الدفاعيه، يعني ممكن ان يقف في لحظه معينه، لكن طارق حامد هتلاقيه مش هيجيد الناحيه الهجوميه خالص، يعني مش هيجيد الناحيه الهجوميه خالص، نادرا ما سماته الدفاعيه اكتر. سماته الدفاعيه اكتر. فالنقطه دي طبعا المنتخب القومي المصري هقول لحضرتك في تطوير وفي تغيير في الفكر وفي الاسلوب والفلسفه اللي موجوده، لكن واضح انه موضوع الخطط الهجوميه والخطط الدفاعيه ودي اصبحت متعدده دلوقتي في العالم وكل يوم في جديد طبعا. يعني عارف حضرتك احنا لما بندي المحاضرات بتاعتنا بنتكلم على مبادئ الخططيه وبتبدا بال1 2 وال1 3 والاوفرلاب والتيك اوفر وبعد الاختراق من العمق والاختراق من الهجوم، وبعدين تبدا مع الفكر العالي بقى توسيع جبهه الهجوم، تبادل اللعب وتبادل المراكز وزياده العاديه في الهجوم. الحاجات دي كلها بتبقى عايزه فكر اعلى، يعني عايزه فكر اعلى بشكل كبير جدا. بعدين بيقابلها من الناحيه الثانيه خطط دفاعيه، لما بتكلم عن مثلا على الزون ديفنس او بتكلم على المان تو مان باجزائه المختلفه في الملعب، ولا بتكلم على الاهتمام بالجانب الاعمى ولا الزياده العاديه في منطقه الدفاع او النصب مصيده التسلل. الحاجات دي انا كمدرب لازم بختار منها يتناسب مع امكانيات اللعيبه بتاعتي، تمام، وبختار منها ما يتناسب مع قوة وضعف الفريق اللي أنا هلعب قدامه. الحاجات دي أصبحت علم خلاص، ما عادش فيها حاجة بتعتمد على العشوائية أو الارتجالية أو المجهود الفردي للاعبين. طب ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال قبل ما يعني نكمل حوارنا بخصوص منتخب مصر. التدريب من وجهة نظرك دراسة ولا موهبة؟ شوف التدريب علم وفن. علم وفن. اللي أصبح التدريب كله مرتبط مبني على أسس علمية. تمام. ما فيش خطوة بتتعمل دلوقتي من لاعب في الملعب الا مرتبطه باسلوب علمي واجهزه تحليل وقياسات بتتم داخل خارج الملعب وهو بيأدي داخل الملعب. فالتدريب علم فن، لان هتيجي في الاخر ترجع للقدرات الشخصيه للمدرب، هو اللي بيختار هو اللي بيوظف في اداره المباراه. يبقى اذا دي ناحيه فنيه، يبقى فعشان كده في مدربين فنيين على مستوى عالي لكن ما عندوش الناحيه العلميه، يبقى عوضها ازاي؟ يجيب جهاز كامل علمي معاه زي هكتور كوبر، كان محمود فايز لدور كبير جدا في الجيم اناليسيس. التحليل اصبح جزء الجيم اناليسيس والتحليل ده اصبح مهم جدا. ده دلوقتي حضرتك يقدر يقيس اللاعب ده حصل له ليله المباراه ارق ولا ما حصلش، هو نام ولا ما نامش، وبالتالي يلعب ولا ما يلعبش. الحاجات دي ما كانتش بتبان خالص. لا يلعب ولا عينه حمراء شويه ولا حاجه بالظبط. يلعب ولا ما يلعبش. ده بيجيب لدرجه ان هو يقول لك ان هو حصل عنده ارق بالليل مثلا، صحي الساعه 1 الساعه 2 وقعد لمده ساعه صاحي ورجع تاني، بس رجع تاني خد فتره نوم كافيه. وبعدين ممكن الجهاز الاجهزه دي تقول لك لا ما خدش فتره نوم كافيه ما يشتركش في المباراه، وتفاجئ ان هو بيقول له ما تشاركوش او شاركوا جزء من المباراه. طب واحد تاني يقول بس انا لازم اشاركه. طب شاركه بس لازم يحصل له مسانده في الناحيه الدفاعيه، ما تكلفوش بنواحي دفاعيه. أيوة. تبدا انت انا هنزل خلاص محمد صلاح عنده ارق، لعب نام ما نامش هلعبه. بس في لحظه تطلبش منه اي جوانب دفاعيه خالص. طب ما تجرهوش في الربع ساعه الاخيره او الربع ساعه الكام عدد كبير ما حدش يلعب له كتير. دي هتبقى فنيا بقى، انا من بره هبدا مع اللعيبه بتاعته وشارح الكلام ده في الملعب ان محمد صلاح اول ربع ساعه لو جري مره في اتنين ما نجرهوش تاني، نبدا نجريه في الربع ساعه الثانيه، نبدا نلعب له كور طوليه، نخلي الكور بالنسبه له قصيره. حاجات دي علم حضرتك، يعني التدريب فعلا اصبح علم طبعا. فن علم مبني على اساس علمي وفن بيرجع للقدرات الشخصيه للمدربين. بمعنى تاني حضرتك ممكن المدربين كلهم يبقى عندهم الجانب العلمي، لكن مين عنده الكوتشنج؟ الكوتشنج الحته الفنيه دي اللي هترجع دي لتنشئته وتربيته وسماته الشخصيه وعلمه اللي هو طبعا اتعلمه وقدرته على تنفيذ الكلام ده. ممكن واحد يكون كوتش على مستوى عالي جدا
لكن ما عندوش قناعه بالعلم، وللاسف شديد عدد كبير من المدربين عندنا في مصر الكلام ده ما عندوش قناعه بالعلم، وبالتالي بتلاقيه فشل من نادي وراح نادي تاني، وفشل من نادي وراح نادي تاني، وفشل من نادي وراح نادي تاني. للاسف كتير للاسف للاسف شديد موجوده الظاهره ده، بتفشل في النادي تاني يوم بتروح نادي تاني، تروح نادي تاني. طيب هل ما فيش مقاييس عند مجالس الادارات باختيار المدربين بالشكل اللي موجود ده؟ اقول لحضرتك النادي الاهلي مثلا، واحنا في قناه النادي الاهلي وضع مختلف تماما. لما اجي اختار مدرب لازم يكون المدرب ده عنده الفكر وفلسفته هجوميه، تمام؟ ما ينفعش عشان النادي الاهلي بيلعب على المكسب على طول، بيلعب على المكسب على طول. يعني ما ينفعش النادي الاهلي يروح يتعاقد مع مدرب ويكون زي هيكتور كوبر، ما ينفعش ابدا مع النادي الاهلي، ما ينفعش خالص مع النادي الاهلي. ليه جوزي بينفع؟ لانه فكره كان هجومي، عايز يجيب اهداف وعايز من اول دقيقه عايز اسجل. لكن تقول لي لا، بيعرف يتصرف في الماتش وبيعرف يتصرف في الماتش. الراجل بصراحه كان في اختيار المدير الفني نفسه لازم النادي بيحط معايير، معايير، والمعايير اللي في ضوءها اقدر اختار المدير الفني المناسب بالنسبه لي كمجلس اداره. فدي مرتبطه ان احنا لازم فعلا في مصر وفي انديتنا نحط اللجان العلميه ونختار اللجان العلميه من ابناء النادي ومن الخبراء الموجودين، بحيث يساعدوا في توصيل المعلومه للمدير الفني. اقول لحضرتك انا كنت في المانيا، تمام. وكنت في ميونخ، كانت في احد البروتوكولات العلميه، فرحت لاحد الشركات المسؤوله عن التحليل الرياضي، فوصلوا انه الفرقه بتاعت بايرن ميونخ بيحللوا لهم تحليلات دقيقه جدا حضرتك، بحيث يقولوا لهم مثلا اللاعب الفلاني في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني هيحصل دروب شديد في مستواه، لكن جسمه يقدر يعمل ريكفري تاني ويستعيد الاستشفاء ويقدر يكمل النص ساعه الثانيه بشكل قوي. اللاعب الاخر مثلا ده هيجي بعد 30 دقيقه من الشوط الثاني لا يمكن هيدي لك اي مجهود في الاخر ربع ساعه، وبالتالي ما تخلوش يكمل، واذا اضطريت انه يكمل لازم تعرف انه مجهوده هيكون قليل جدا زي ما انت عايز. اذا انا كمدير فني قدامي عارف مرايه واضحه جدا، وبالتالي ببدا احركهم زي الشطرنج، بحركهم زي الشطرنج في الملعب. ده علم. لما كنت في ماجدبورج حضرتك في جامعه اوتو فون جيريك، تشوف العلاقه بقى بين العلم والخبره اللي حضرتك بتتكلم فيها، او الموهبه. اوتو فون جيريك دي جامعه فيها طلاب الدراسات العليا يروحوا يحضروا الماتشات بتاعه ماجدبورج ويعملوا تحليل كامل. المدير الفني بعد المباراه مباشره يروح على الجامعه، يقعد مع طلاب الدراسات العليا، يقعدوا يحللوا له اللي حصل في المباراه بالكامل، ويدوا له الداتا دي، هو يشوف الداتا دي يستفيد منها في التدريبات في الملعب، وبعدين يرجع الماتش اللي بعديه نفس الايه، نفس النظام ده. الربط ما بين الجامعه وما بين طيب. ما بين احنا التدريب، عندنا جزئيه مهمه جدا في مصر هنا، وهي يعني كيفيه الحفاظ على تركيز اللاعب بنسبه 100% طوال ال 90 دقيقه. في مصر هنا عندنا لعيبه ممكن تفقد التركيز بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه، الشوط الاول ممكن يبقى كفايه، في لعيبه عندهم قدره على التركيز مباراه كامله. ازاي يتم معالجه هذا الامر بالتحديد يعني؟ شوف اقول لحضرتك، احنا دايما بنتكلم في الاعداد في اربع جوانب: اعداد بدني، تمام. وده الاساس، ثم اعداد مهاري، اعداد خطط، واعداد نفسي. الاعداد النفسي ده عليه دور كبير جدا، واللي احنا فقدناه في منتخب مصر في كاس العالم. ما كانش في اعداد نفسي خالص في منتخب مصر في كاس العالم، واللي طلع محمد صلاح وشكى ان هو الناس بتتصور معاه الساعه 2 بالليل و3 بالليل ليله المباراه. ده متعلق بالجوانب النفسيه. جانب نفسي طبعا، جانب نفسي. انا كتر الكلام ده في عندي حاجتين، حاجه اسمها طريقه الابعاد وطريقه الشحن. طريقه الابعاد ان انا اللاعب اللي هو بيحصل له نوع من التوتر والقلق الشديد جدا قبل المباراه بحاول ان انا اعمل له ابعاد. وفي لاعب عنده لا مبالاه، لازم اعمل له شحن. بالظبط. لازم اعمل له شحن، لازم اتكلم معاه كتير، لازم اعيشه في المناخ بشكل كبير جدا. وفي حاجه اسمها استدعاء خبرات النجاح ليله المباراه. استدعاء خبرات النجاح وتلاشي خبرات الفشل. تمام. ده علم. المفترض ان انا عشان اللعيبه اطلب منه يركز طوال المباراه وطول، هو نمطه العصبي ايه؟ لو لاعب انا حملته فوق طاقته بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه، ممكن التركيز ده يوصله لمرحله الاجهاد، يتعب. انت عارف حضرتك نفسيا ممكن تبقى نفسيا تعبان نفسيا، وبالتالي ينعكس ده على العضلات، على العضلات، مش قادر يجري، مش قادر يتحرك. عضلاتك مش شايلاك يعني، مش شايلاك من كتر الضغط اللي عليك، من كتر الضغط النفسي. هو حضرتك مش ممكن الواحد يتضغط نفسيا ويحصل له اغماء طبعا، ويحصل له انهيار كامل في قوته، ويحصل له لا قدر الله شلل. مش في بعض الناس نتيجه خبر سيء يحصل لها صح. يعني شايف حضرتك التاثير بيوصل لايه؟ التاثير النفسي. يبقى اذا لازم انا اكون قاري النمط العصبي بتاع كل لاعب، وبالتالي انا ما بتعاملش معاهم كتيم كامل، بتعامل مع كل لاعب على ايه؟
على حده وفي ضوء خبراته. انا لما اجيب مثلا محمد محمود ولا صلاح محسن لعيب عنده 20 سنه ودول كانوا معايا في منتخب الشباب هما الاثنين، هل هتعامل معاه نفسيا ورمضان صبحي زي ما هتعامل مثلا مع احمد المحمدي ولا احمد فتحي؟ لا الوضع مختلف في تماما. في فرق خبرات، في فرق خبرات عاليه جدا، في فرق. لما بتعلم مع محمد صلاح كلاعب محترف، محمد صلاح هو لاعب خلاص بدا يتعود انه مش بيلعب كره قدم، محمد صلاح بيشتغل كره قدم، بيشتغل بالظبط، بيشتغل كره قدم. هيفرق كتير جدا عن انه انا اجيب مثلا كهربا ولا تريزيجيه، الفرق الخبره لسه اقل والطموح لسه عالي، وبالتالي التعامل هيكون مختلف. الجهاز ده هو المهم جدا، الجهاز المعاون لاجيري اللي يقوم بيه لازم يكون جهاز مصري، مش هيقدر يقوم بيه هو بشكل كبير جدا عشان اللغه. حضرتك بتتكلم في جزئيه مهمه جدا. طب ما هو ده هيجرنا ان احنا نسال على مواعيد المدربين، يعني يتولوا مسؤوليه الفرق امتى؟ الافضل طبعا عشان يبقى عارف كل لعيب وكل مقاوماته النفسيه والبدنيه والكلام من ده، يبقى الطبيعي من اول الموسم. لكن احنا عندنا ظاهره فظيعه هنا في مصر ان ممكن بعد 3 4 ماتشات يخش مدرب جديد يمسك الفرقه بيعمل له اول ماتشين ثلاثه نتائج كويسه وبعد كده يعمل دروب تاني. طب هو ده لازم يبقى مدير فني، احيانا مش عارف اسماء اللعيبه بالظبط، ما هو لازم يبقى مدير فني يتولى التدريب اللعيبه ومواطم العصب الموسم. يعني هل الظاهره دي شايفها ازاي؟ ظاهره يعني تولي مدربين في فترات بعيده خالص عن الفترات. والله الاتحاد كره القدم كان فكر انه يحط من ضمن اللوائح انه عدم انتقال المدرب لاكثر من ناديين في الموسم الرياضي الواحد، وما اعرفش تراجع عليه فيها. احنا عندنا في مصر مع عدم وجود انت معايير، مع الفكره دي مع الفكره ليه عن مع الفكره؟ لان عدم وجود معايير عند مجالس ادارات الانديه يبقى لابد ان انا كم نادي بيثبت بيثبت فيهم الجهاز الفني. هتلاقي الاهلي الاهلي طبعا الاهلي يعني الاهلي بس تقريبا. الاهلي الاهلي والباقي كله بترجع في لغايه نهايه الموسم تلاقي 90% من الانديه غيرت مرتين ثلاثه. اللي بصراحه يعني السنه دي ماشيين بشكل كويس جدا وادي دجله، رغم ان البدايه كانت وحشه جدا. مدرب اليوناني مدرب هايل، مدرب هايل، والاداره صبرت عليه ولقوا نتائج. دلوقتي بيقدوا مباريات رائعه وبيكسبوا كمان وبالاسلوب اللي هو عايزه. بص حضرتك عنده اسلوب لعب ومصر ان هو حتى السرد باك وحارس المرمى من تحت. يبدا من تحت. دي عايزه مجهود كبير جدا عشان الفكر بتاع السرد باك اللي موجود يقدر يلعب وحارس المرمى يقدر يلعب بالشكل ده، وفعلا قدر دلوقتي النتائج تتحسن. عشان كده حضرتك لازم اللائحه بتاعه اتحاد الكوره، يعني ما دام انا الظاهره منتشره بشكل سيء واحنا مش قادرين مجالس ادارات الانديه تتحكم فيها، يبقى لابد ان يكون في قوانين او لوائح تحد منها. بمعنى ان تيجي الاداره الفنيه تقول لا، لازم احط في لائحه اتحاد كره القدم انه ممنوع انتقال المدرب لاكثر من ناديين في سنه. انا ما نجحتش مع نادي اروح انتقل لنادي اخر، خلاص ما اروحش لنادي ثالث ونادي رابع ونادي خامس في نفس الموسم الرياضي. عشان الثبات ده مطلوب، يعني مطلوب جوه لو المدرب ده الثاني فشل مره ثانيه مع النادي، يبقى اذا لابد ان انا اقعد وادي فرصه لمدير فني اخر يقدر يعمل نتيجه بشكل جيد. او نرجع بقى ونقول ايه، انه الخطا مش عند المدربين، الخطا عند الاداره، الخطأ عند الإدارة، الخطأ في الإمكانيات، الخطأ في قدرات اللعيبة، مش الخطأ عند المدرب. بالظبط. ابتدي قيم بقى شوف اللعيب فين. لأنه مش كل مرة المدرب هو اللي غلط. لا طبعًا. مش ما لا أنا دلوقتي ممكن أجيب أعظم مدرب في العالم. بس المقاومات اللي عندي ما تساعدوش. ما أنا حضرتك أنا عندي أي النادي الأهلي بينجز ليه؟ رقم واحد إدارة. رقم اثنين لاعبين. رقم ثلاثة جهاز فني، ورقم أربعة إمكانيات. لو حصل دروب في أي حاجة من اللعيبة أو المدرب أو الإمكانيات اللي بعوضها الاداره. طب نيجي للجانب النفسي، الاداره ليها دور والجمهور ليه دور والاعلام ليه دور. طبعا. بيساعد المدير الفني في الاعداد النفسي. أكيد. بيساعد بشكل كبير الاعداد النفسي. طب الاداره بتجيب لك افضل اللعيبه، البديل والبديل الثاني والثالث اللي انت عايزه بوفره لك. تمام. بوفر لك الامكانيات اللي ما تخليش اللاعب ينشغل باي مشاكل ماديه، وبالتالي بيبقى اديني استقرار عالي. عشان كده بنقول ان اي مدير فني بيبقى محظوظ ان درب النادي الاهلي، لانه هياخد بطوله هياخد بطوله. بس حضرتك بتقول العامل النفسي ممكن تتحكم فيه حتى لو في الجمهور. طب ازاي الجمهور؟ انت ما تقدرش تتحكم في الجمهور. الجمهور بيبقى عامل نفسي ايجابي. ايجابي طبعا، تستغله في الاوقات الايجابيه. لازم استغله. عامل نفسي ايجابي طبيعي. لازم استغله طبيعي. امتى الجمهور يكون عامل نفسي سلبي؟ لما تكون الفرقه الموجوده قدامي متواضعه وبتادي بشكل سيء. يا اما جمهور واعي ويشاعر باللعيبه ويبدا يشجعهم على ان هم يخرجوا من الكبوه اللي هم فيها دي ويساعدهم بشكل جيد، يا اما جمهور غير واعي فيبدا يستخدم الفاظ
تاثر تاثير سلبي على اللعيبه وتاثر على الاداء بشكل سلبي. واعتقد ان احنا دلوقتي اصبحت عندنا الجمهور بعد الفترات العصيبه اللي مرت دي الجمهور اصبح واعي ان هو لابد انه يقف خلف الفرقه بتاعته يعني. واكيد تواجده بيبقى في المدرجات مهم جدا مهم يعني. جدا طبعا ده عنصر اساسي طبعا. طيب نقدر نقيم الجهاز الفني منتخب مصر من 4 مباريات حتى لو كان في 3 منهم مستوى ضعيف جدا ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه. امتى؟ لسه شويه في البطوله الافريقيه. حتى لو قابلنا فرقه قويه زي تونس؟ هي مباراه. يعني هي انا بتكلم على مباراه 90 دقيقه وارد فيها التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق. ولكن اللي هيقيم الجهاز الفني بتاع منتخب مصر بشكل جيد هي البطوله الافريقيه القادمه. المباراه اللي جايه طبعا مباراه تحصيل حاصل برضه. النيجر طبعا. يعني مباراه تحصيل حاصل ولكن اللي هيقيم بشكل جيد هي البطوله الافريقيه. صعودنا في البدايه في المجموعه اول او ثاني المجموعه ده هيبقى له دور كبير جدا وبعد كده ايه الادوار اللي احنا نتخطاها من دور ال 16 لغايه الدور النهائي. معالجة الناحية الدفاعية في مصر بشكل عام شايفها ازاي او الحل فيها ايه؟ لان احنا شفنا برضو في ماتش او ماتشات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وبعض ماتشات الانديه بشكل عام في بطوله الدوري، عندك كمان منتخب اول امبارح قدام تونس غلطات دفاعيه كلفت المنتخب هدفين وكاس العالم كل وكاس العالم طبعا عظمه فرديه كمان دفاعية. لكن الحل في الجزئيه دي الناحيه الدفاعيه عندنا في مصر ضعيفه شويه، الحل فيها ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، للاسف شديد انه عدد كبير جدا من المدربين في مصر بيشتغل على الجانب الهجوميه من غير ما يهتم بالناحيه الدفاعيه. يعني بمعنى احنا لما بعمل التدريبات بتاعتي انا كمدرب الوحده التدريبيه بتاعتي ببقى مركز تركيز كامل على ازاي ان انا اوصل واجيب جول، ما بباش مركز خالص على النواحي الدفاعيه. يعني عدد قليل من المدربين اللي يعمل تدريبات فرديه الاندفيدوال تريننج للمدافعين ان انا اشغلهم كمدافعين لوحدهم. حضرنا ان انا مره في البرازيل اتفرجت كانوا بيعملوا تمرينه وانا كنت قاعد في فلامينجو بتفرج على التدريبات هناك في فتره من الفترات، فقعدوا لمده 30 دقيقه، ال 30 دقيقه بيلعبوا 12 لعيب ضد 7. تمام. 12 ضد 7 يعني المهاجمين 12 والمدافعين كام؟ 7. لمده نص ساعه بيحفظهم ازاي كل واحد من المدافعين يتحرك في حاله الزياده العدديه من المهاجمين، نص ساعه مش عارفين يجيبوا جول من السبعة. وهم بيعملوا عمق وبيعملوا ترحيل وبيعملوا تغطيه وهم 12 يعملوا ازاي عمق ويعملوا ترحيل ازاي وتبادلوا المراكز ازاي ويغطوا ازاي ولما دايروا على المركز واحد دايروا على عارف حضرتك ما انت بتدافع بسبعه يعني هو ليه حط 7 برضه ما انت لما بتتحول في الناحيه الدفاعيه 4-2-3-1 بتتحول الى 7 بيدافعوا وبيبقى عندك 3 على نص الملعب تقريبا يبقى عندك طب السبعه دول لما هيرجعوا ورا يتحركوا ازاي؟ لازم ما يكونش تحرك عشوائي فبيحفظ لازم ما يتحركش عشوائي وده يمكن احنا عانى منها النادي الاهلي في مباراه الترجي لما دفع مباراه الترجي لما رجعنا للدفاع طب التحركات بتاعت المدافعين ازاي؟ هل سليمه ولا مش سليمه؟ وبالتالي حصلت الاخطاء. مباراه منتخب مصر لما رجعنا للدفاع في مباراه السعوديه برضه حصلت الاخطاء وجات الاخطاء ودخلنا. فاذا محتاجين من القاعده ادرب بنفس المعدل، اذا كنت بمرن في الوقت بتاعي زمني 50% للمهاجمين لابد ان ادرب 50% لمين؟ للمهاجمين يعني المدافعين 50% والمهاجمين، وبعدين بربط الاثنين مع بعض. احيانا بتبقى في حاجه جميله انك انت بتجيب حد بيدرب الناحيه المدافعين على حاجه معينه وبعدين نص الملعب وبعدين المهاجمين، ثاني يوم تربط ما بين المدافعين ونص الملعب، اليوم اللي بعديه تربط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين، اليوم الثالث تربط تجيب من المدافع لغايه الايه؟ لغايه المهاجم. والتبادل الادوار ده مهم جدا. كل الكلام ده زي ما حضرتك بدانا البرنامج بتاعنا علم، يعني علم ما هواش فهلوه في الاداء. وبعدين الجوانب الدفاعيه فيها خطط دفاعيه فرديه وفي خطط دفاعيه جماعيه. محتاج ان انا ادور على الخطط الدفاعيه الفرديه لبعض اللعيبه المميزين وانميها. تمام. وبعدين هو واللي جنبه واللي قدامه واللي على يمينه وعلى شماله واللي خلفه ازاي انظم ما بينهم او اعلمهم الخطط الدفاعيه الجماعية. لو ما وصلناش بالمستوى دي هتستمر الأخطاء. ورغم كده كرة القدم متعتها في كل ما بتشتغل بيظهر خطأ تاني، لما يظهر خطأ طبعا. تاني أنت بتحاول إنك أنت تعالجه بالزبط. وكل ما عالجته كل ما المستوى الفرقة إيه زيت. يبدأ يزيد ودي متعة كرة القدم. طيب يعني. إحنا ليه هنا في مصر ما بنلاقيش عندنا لعيب بيقدر يشوط الضربات الثابته بشكل جامد جدا زي ما نشوف في اوروبا؟ يعني مثلا يوفنتوس عندهم 3 لعيبه شوت رونالدو بيانيتش وديبالا، الثلاثه بيعرفوا يشوطوا فاولات، الفاولات بتبقى زي ضربات الجزاء. هنا في مصر حتى لو عندنا لعيب عنده الموهبه في كيفيه تسديد الضربات الحره
ما بيتمش التركيز عليها في التدريبات من المدرب المصري بالتحديد على فكره. بيحضرنا من وجهه نظرك شايف الجزئيه دي حضرتك يعني بيحضرنا حضرتك لما سالت السؤال ده ربنا يرجعه ان شاء الله بالسلامه الكابتن الخطيب طبعا ويشفيه ان شاء الله. في مره سمعت له حوار كان من زمان هو في فترته بيلعب كابتن الخطيب، فكان بيقول ان انا بعد ما بيخلص التمرين او قبل ما يبدا التمرين بيجي يعمل التدريبات الفرديه ازاي يشوت كل كوره من الكور يشوتها بشكل معين. كان المدرب بيقول له ولا من نفسه؟ هو ما هو اللي بيطلب من المدرب. طب ليه المدرب ما يطلب بغض النظر عن دلوقتي انا بتكلم على دلوقتي برافو عليك دلوقتي ليه المدرب هو مش شايف مثلا انا شايف لعيب بيعرف يشوط على المرمى كويس دلوقتي بقى. ليه ما حاولش ادربه على الموضوع لازم ده. حضرتك دلوقتي في الفتره الحاليه دي دلوقتي ما تستناش اللاعب بيقول لك انت مفترض كمدرب اكتشفت في موهبه في قوه او دقه التسديد عند بعض اللاعبين يبقى لازم اجيبه في تدريبات فرديه بتكرار كبير جدا. ما هو عمليه الاتقان ده بيجي منين حضرتك؟ من التكرار التدريب طبعا. من التكرار تكرار التدريب فبجيبه حضرتك دلوقتي اصبحت حتى في اجهزه دلوقتي في اجهزه مثلا علميه حضرتك اجهزه دلوقتي للكوره مثلا يقدر زي قاذفات الخاصه بحراس المرمى اللي استخدموها من الاجهزه اللي بتوع التنس تعمل بوشنج كده تروح للكوره في مكان معين وتكررها تكررها تكررها وبعدين مثلا انت عايز تقويها شويه عايز تقلل المسافه شويه عايز تعليها شويه عايز تتحكم فيها. طيب في اجهزه تاني بتحدد لي المسافات في الملعب سواء بالليزر او في المرمى قصدي في المرمى سواء بالليزر او عن طريق الحواجز والمرميات والحاجات دي لازم انا اجيب اللعيبه دي اللي هي فرديه دي ومرنها كم كبير جدا من التكرارات عشان كده لما تبص رونالدو ليه بيجي ده حضرتك لانه بيعمل تدريبات غير عاديه عليها بالزبط. طب هل عندنا في مصر عدد من اللعيبه جيدو كده عندنا بس عندنا. ما بيتمرنوش بس ما بيتمرنوش ما بيتمرنوش تدريبات فرديه عليها لازم اتمرن عليها بشكل كبير جدا عشان اقدر اديها في المباراه وبعدين ما اتمرنش عليها سلبي يعني ده خطا لازم اتمرن عليها ايجابي بمعنى انا هحط حائط من الاشخاص الشواخص اللي احنا بنعملها تمام. وبعد كده لازم اشيل الشواخص واحط بشر لانه الشخص ما عندوش التعليمات بقى الفنيه لما يجي مثلا الحيطه بيقول لما تيجي الكره تتلعب فانت بتعمل تشيب على صابع رجليك فبتطلع لفوق شويه طب في لعيب بيتحرك بشكل معين بيقف هنا اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه الحته دي خمسه يعني عارف حضرتك التوزيع اللي في المواقف الثابته لما بيبقى في الكره الجانبيه بيبقى يقفوا اثنين مدافعين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه عند قوس ال 18 بيبقى خمسه وبعدين ترجع ثاني اربعه ثلاثه اثنين ولما ترجع لورا تبقى واحد كل مكان في الاماكن دي بيختلف عدد المدافعين اللي هيقفوا قدامك بيختلف المكان اللي هيقف فيه حارس المرمى يبقى اذا دقه وقوه الكوره هتختلف يبقى اذا انا عايز اتمرن من اماكن مختلفه وبمسافات مختلفه وبعدد من الشواخص اللي قدامي مختلف اولا سلبي ثم بعد كده ايه ايجابي تمام ايجابي لازم اتمرن على ده فترات زمنيه طويله طيب. عشان اوصل للهدف اللي حضرتك بتقول طيب خلال كلام حضرتك كنت بتقول ان انت مرنت في منتخب الشباب صلاح محسن ومحمد محمود عايز اعرف رايك في الاثنين لعيبه دول بالذات ايه اقول لحضرتك على حاجه رايي قبل الاثنين دول في لعيب انا مش شايفه في النادي الاهلي واتمنى نشوف احمد حمدي احمد حمدي احمد حمدي هو معايا في منتخب الشباب كان هو هداف الفرقه تمام. وكان افضل لعيب في كان بيلعب بلاي ميكر كان بيلعب راس حربه ويلعب تحت رؤوس الحربه الاثنين تحت رؤوس الحربه انا فاكر في مباراه السودان احنا بنلعب السودان في الخرطوم سجل هدفين منهم هدف خد الكره من نص الملعب لغايه ما حطها في المرمى الثاني في مباراه جنوب افريقيا هنا جاب جون في مباراه لما لعبنا بطوله شمال افريقيا وخدنا بطوله شمال افريقيا في المغرب وكسبنا تونس 4-1 والمغرب 3-1 وليبيا 1-0 احمد حمدي كان هو كان هو الهداف سؤال مهم قوي بخصوص احمد حمدي هل شايف ان احمد حمدي هو اللي مقصر في حق نفسه مثلا في التدريبات ولا هي قناعات فنيه لا انا شايف انه زياده عدد اللعيبه اللي اتعاقد معاها النادي الاهلي هي اللي عملت احجمت عن ثواني هقول لحضرتك على حاجه طب الموسم ده مفيش في النادي الاهلي في المركز ده غير اثنين احمد حمدي وناصر ماهر لا ومع ذلك الاثنين ما بيلعبوش اقول لحضرتك على حاجه النادي الاهلي تحت بيلعب 4-2-3-1 تمام تعالى للمجموعه اللي بتلعب كلها تحت الواحد تحت راس الحربه اذا كان وليد ازارو او مروان محسن او صلاح محسن دول كلهم بيبقى واحد منهم راس حربه اللي تحتيه بقى الثلاثه اللي تحتيه انت بتختار ثلاثه ما بين واحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر ومؤمن زكريا وناصر ماهر وناصر ماهر واحمد حمدي واجايلا وسليم ومين اسلام محارب واسلام محارب سمينا كام ثمانيه انت هتاخد منهم كام ثلاثه هتاخد منهم ثلاثة التلاتة لما تبص على الخبرات اللي موجودة
وكمان لو ضيف عليهم عمرو اللي جه من المقصه عمرو بركات ضيف عليهم عمرو بركات اذا عندك تسعه بس هو مش مقيد اساسا. يعني انا بتكلم الجيل كل اللي في النادي الاهلي اللي جه في الفتره الاخيره بس برضو هقول لحضرتك على حاجه ممكن من التسعه دول ما يكونش في منهم غير واحد بس عنده مقومات اللي هو يبقى تحت راس الحربه مباشره اللي هو البلاي ميكر زي ما الثلاثه تحت راس الحربه حضرتك بيبقى منهم واحد ناحيه اليمين شويه واحد في العمق دايما اللي بيجدل في العمق وليد سليمان وبعد كده دلوقتي مؤخرا بيجي يعني وليد سليمان اصلا وينج اكتر منه هو بخبرته حطيته يمين هيلعب حطيته في العمق هيلعب حطيته شمال هيلعب يعني وليد بخبرته هيقدر يلعب في ثلاث مراكز لكن هو دلوقتي في الفتره الاخيره دايما بنميل انه اللي هو بيبقى من ناحيه اليمين يبقى اشول عشان يقدر يخترق للداخل ويقدر يقدر يشوط واللي من ناحيه الشمال بيبقى ناحيه الشمال بيبقى ايمن على اساس يقدر يخترق لكن في فكر مدربين ثاني لا يهمني اللي من ناحيه الشمال يبقى اشول عشان يقدر يخترق ويعمل العرضيات يعني مش مطلوب انه يسجل حسب الاستراتيجيه اللي هتلعب بيها حسب فكر المدرب اللي هيلعبه حسب امكانيات اللعيبه الموجوده وقدرات اللعيبه الموجوده لو انا هلعب مثلا بايمن اشرف ايمن اشرف ميوله الدفاعيه اعلى يبقى اذا مطلوب اللي قدامه هو اللي يكمل ويعمل اختراق من الاطراف عشان يعمل العرضيات اكتر من ايمن اشرف لكن لو انا هلعب مثلا باسمه ايه ده علي معلول لعلي معلول دايما ميوله الهجوميه عاليه وبالتالي اللي قدامه لابد ان يميل للداخل يعني يقطع يكون بيلعب برجله اليمين ويميل للداخل عشان يدي فرصه لعلي معلول اللي هو فاذا الموضوع ليها حسابات وافكار طب بس ما جاوبتنيش في محمد محمود و محمد محمود وصلاح محسن لما كانوا معانا في المنتخب الشباب وسافروا معايا انا فاكر ان تونس ولعبوا معانا عدد كبير من الماتشات صلاح محسن في الفتره دي كان لعيب كويس قوي ولكن كانت هو محمد محمود كان لسه قصير طفره النمو ما كانتش حصلت عنده فانا فاكر كابتن محمد صلاح ابو جريشه مدرب عام كان مبسوط قوي من محمد محمود بس كان يلعب راس حربه يعني فترتنا كان يلعب في وادي دجله كان في وادي دجله راس حربه فكنا بنقول ان هو لسه جسمه صغير بالنسبه لتحت 16 سنه كانت الافارقه مسننين فكبار قوي فقلنا محمد محمود بعد فتره ما يحصل له طفره النمو وتعدي مرحله المراهقه وجسمه ينمو بشكل جيد هيكون لعيب رائع فمحمد محمود كتوظيفته في الجانب الديفندر فعلا لعيب رائع لانه كان راس حربه فيعرف يجيب جول وشويت بشكل كويس والجامب بتاعه كمان عالي رغم انه قصير الجامب عالي وقدرته التحمل عاليه فهيجيب انا حاسس ان عنده شخصيه في الملعب وعنده شخصيه حتى في الملعب عنده شخصيه مع منتخب مصر حاسس ان هو كانه لعيب قديم مش بالظبط يعني اللعيب كويس وصلاح محسن طبعا ده موهبه كرويه وعنده مقدره تهديفيه عاليه جدا وكان هداف ام بي في مراحل السنيه الصغيره كان هداف ام بي بشكل كبير جدا وهو طبعا وجوده في المنتخب يعني هيديله ثقل وهيديله ثقه وجوده في النادي الاهلي هيكون راس حرب رقم واحد في مصر قريب جدا يعني. طيب نكمل كلامنا عن المنتخب، شايف مين ابرز لاعب في المنتخب بخلاف محمد صلاح؟ محمد صلاح تريزيجيه يعني انا شايف تريزيجيه واحمد حجازي في خط الدفاع وتريزيجيه هم فعلا افضل ثلاث لعيبه شبه مستوى ثابت في كل الماتشات اللي لعبها المنتخب المصري. باقي اللعيبه للاسف المستويات متذبذبه ما بين الانخفاض والارتفاع في كل المراكز الاخرى. طبعا صاحب الخبرات احمد المحمدي برضو له دور كبير في الجانب الدفاعي والهجومي برضو وخصوصا مع جهاز الفني الجديد اصبح بيديله ثقه اكتر. فاكر حضرتك ما كانوش يلعب في يمكن برضه لفلسفه المدرب كان مؤمن ان احمد فتحي هيجيد الجانب الدفاعي طبعا احمد فتحي بصراحه بيجيد بيجيد الجانب الدفاعي رغم انه كان ممكن توظيف احمد فتحي في نص الملعب واستفيد باحمد المحمدي ولكن كل مدرب ليه فكره يعني. نتكلم على الدوري شويه سريعا راي حضرتك في بطوله الدوري السنه دي بالناحيه الفنيه رايك فيها ايه وشايف مين اقرب ان هو يحقق البطوله دي مع وضع في اعتبار طبعا النادي الاهلي عنده عديد من المباريات المؤجله. شوف هقول لحضرتك على حاجه احنا عندنا مشكله كبيره جدا مؤثره على الناحيه الفنيه وهي عدم انتظام الجدول وعدم وجود فترات راحه كافيه للانديه ومشاركتنا في البطولات الافريقيه والبطولات العربيه وبطوله الدوري وبطوله الكاس يعني اربع بطولات في نفس الوقت اربع بطولات طبعا مع وجود المتغيرات اللي هي لا الماتش يتعمل لا ما يتعملش يتلعب هنا ما يتلعبش هنا الحاجات دي كلها بتاثر بشكل كبير جدا احنا عشان نقول للدوري المصري بتاعنا يعلى فنيا لازم انتظام المسابقه لازم يبقى في جدول ثابت للمسابقه وبعدين انا عندي خريطه واضحه تماما النادي الاهلي مشارك في ايه حتى لو مشاركات الانديه عديده في مختلف البطولات انا عندك دوري ابطال افريقيا كان الاهلي بيشارك فيه وهيشارك فيه تاني وعندك البطوله العربيه
فبرضه دي ممكن تكون من المعوقات اللي بتخلي اتحاد مش عارف ينظم المسابقه. طبعا فعشان كده حضرتك، لكن انا عندي بلان. البلان ده من قبل ما ابدا دلوقتي بلان معروف عندي في 2019 معروف ان انا عندي مين اللي هيلعب، على الاقل ناديين او ثلاثه هيلعبوا في بطولات افريقيا ودوري الابطال، يبقى لازم انا عارف الكلام ده، احط الخريطه بتاعتي بالكامل مع البطوله العربيه، احط الخريطه بتاعتي بالكامل وشبه ان هي لازم تكون ايه ثابته، عشان المديرين الفنيين يقدر اذا كان هو هيستخدم نظام تدوير اللعيبه اذا كانت الدوره يبقى مضغوط يقدر يستخدمه، او اذا كانت فترات الزمنيه طويله يقدر يثبت التشكيل عشان يستفيد من قوه الضربه بتاعته طوال الفتره وما يحصلش اجهاد واصابات للاعبين. دي بيرجع طبعا لانتظام المسابقه، بيخلي المدير الفني يقدر يحط الخريطه التدريبيه بتاعته بشكل جيد. اللخبطه دي بيتاثر بشكل كبير جدا على فكر المديرين الفنيين، وفي عدد من المديرين الفنيين ما بيبقاش عنده الخبره العاليه اللي يقدر يقنن الاحمال التدريبيه في ضوء المجهود المبذول ما بين الماتشات المتتاليه والسفر بتاعها. فانا لازم احط الخريطه اتحاد الكره باي شكل بقى. طيب. باي شكل لازم اثبتها عشان النادي الاهلي والزمالك والنادي المقصه والنادي بالنسبه لضغط المباريات بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه هيبقى حوالي 6 7 ماتشات في فتره حوالي 33 او 34 يوم، ازاي يتم التعامل مع ضغط المباريات ده بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو لازم استفيد بقى من كل اللعيبه اللي موجوده عندي. يعني انا سميت لحضرتك في 9 لعيبه موجودين تحت رؤوس الحربه. وعندي 3 لعيبه بيلعبوا راس حربه. وعندي في الباك رايت عندي احمد فتحي ومحمد هاني، وعندي في الباك ليفت عندي 3 لعيبه في يعني سياسه التدوير. لا لازم سياسه التدوير، مفيش حل تاني. لانك انت ما لهاش حل تاني سياسه التدوير الا اذا كان في لعيب هو عنده المقدره البدنيه العاليه جدا، وده صعب شويه في خلال الضغط الشديد ده. لازم اللعيب يقنن تقنين كامل انه هيلعب ده مباراتين وهيريح مباراه او هيلعب اجزاء، يعني ممكن استفيد بالقوه بحيث انا باجي في مباراه وبريحه. وبعدين بقى ذكاء بقى المدير الفني مع الجهاز المعاون وسائل الاستشفاء طبعا، وده علم كبير جدا وسائل الاستشفاء، سواء استخدام التدليك او استخدام الاجهزه المساعده، سواء التغذيه، سواء النوم، سواء اسلوب التدريب، درجه الحمل المختلفه في خلال الاسبوع، كل الكلام ده ليها جوانب علميه تساعدك بشكل كبير جدا على الاستشفاء عشان يقدر اللاعب يقدم معاك اكبر كم من المباريات في فتره زمنيه قليله. دكتور جمال بصراحه الحوار معاكم ممتع. الله يخليك. الله يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا النهارده، وان شاء الله تكون معانا فتره قادمه بإذن الله. ان شاء الله. ده كان لقاء مهم جدا وشيق جدا بصراحه مع دكتور جمال محمد علي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، لكن لسه فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده ما انتهتش، بعد الفاصل مباشره هيكون معاكم زميلي العزيز استاذ محمد الجندي، وهيستضيف في هذه الفقره كل من الاستاذه ندى داوود رئيس لجنه الطفل بالنادي الاهلي، وحبيبه غالب عضو لجنه الطفل ايضا في النادي الاهلي، وده تبقى طبعا لبرنامج عائله النادي الاهلي الخاص بمجلس الاداره، اكيد هتكون فقره مهمه ومميزه جدا مع استاذ محمد الجندي. استنونا بعد الفاصل.